مستمعينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هذا الصباح. النهارده 4 نوفمبر، اليوم المنتظر لمحاكمه الرئيس محمد مرسي اللي وصل بالفعل لاكاديميه الشرطه مع جميع المتهمين الاخرين استعدادا للمحاكمه. النهارده ايضا بيوافق 30 من ذي الحجه للعام الهجري 1430. كل عام وانتم بخير. اخر يوم في السنه الهجريه، وغدا باذن الله يبدا العام الجديد. كل سنه حضراتكم بخير، كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبه ايمان، كل سنه طيبين المشاهدين الكرام. وزي ما قالت ايمان، النهارده يوم محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي، وده يمكن هيكون اول عنوان عندنا في عناوين الاخبار، حيث نقرا جنايات القاهره تنظر اليوم اولى جلسات محاكمه مرسي وقيادات جماعه الاخوان بمقر اكاديميه الشرطه بالقاهره في الجديده. لجنة الـ50 تواصل التصويت على مواد الدستور وتعلن الانتهاء من 55 مادة. ووزراء الخارجية العرب يدعون المعارضة السورية إلى التجاوب مع جهود عقد مؤتمر جنيف 2 والجربة، يرهن المشاركة في المؤتمر بوضع إطار زمني لرحيل الأسد. كانت اهم عناوين الاخبار، اما التفاصيل فهنتابعها مع حضراتكم من خلال موجز الانباء مع فوزي جدالة. صباح الخير يا فوزي. شكرا ايمان ومحمد ومشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم الى موجز الانباء. وصلت الطائره التي تقل الرئيس المعزول محمد مرسي الى مقر اكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده استعدادا لبدء محاكمه 14 اخرين من قيادات تنظيم الاخوان في قضيه احداث قصر الاتحاديه الرئاسيه في ديسمبر الماضي. واوضح مصدر امني انه تم نقل المتهمين صباح اليوم من محبس بمنطقه سجون تورا الى مقر الاكاديميه بواسطه مدرعات ترافقها سيارات مصفحه وسط اجراءات امنيه مشدده، مشيرا الى انه تم اغلاق الطريق الدائري اثناء نقل المتهمين خشيه اي محاوله لتهريبهم. ويواجه مرسي ومن معه تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين امام قصر الاتحاديه وتهما اخرى تشمل تهديد الامن العام والتحريض على العنف والتخابر مع دول اجنبيه. إلى ذلك أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه عند تفقده لمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون تورا تبين له عدة ملاحظات، فرأى أنه من الأفضل نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلا من مقر معهد أمناء الشرطة حتى يتم تلافي تلك الملاحظات. وطمأن وزير الداخلية الشعب المصري بأن قوات الأمن تقوم بتأمين مقر المحاكمة وجميع المنشآت الهامة الحيوية، مشددا في الوقت ذاته على أن أي تعهد على أن أي تعد ستتم مواجهته بكل حسم وقوة. كان مصدر أمني قد أوضح أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلة من قوات الأمن المركزي وأكثر من 75 من المجموعات القتالية والعربات المصفحة والمدرعة. استشهد مجندان من الشرطة وأصيب ثالث الليلة الماضية في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا قرب محافظة الإسماعيلية. وأكد مصدر أمني أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة هاجموا الحاجز الذي يقع بمنطقة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالأسلحة الآلية، مما تسبب بمقتل شرطيين وأصاب ثالث. وأضاف المصدر أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل لجنة الـ50 لتعديل الدستور التصويت على مواد الدستور حيث انتهت من بابي الحريات وسيادة القانون. وقال رئيس اللجنة عمرو موسى في مؤتمر صحفي أنه سيتم الانتقال للبابين الأول والثاني المتعلقين بالمقومات والهوية ونظام الحكم. من جانبه أكد محمد سلموي المتحدث باسم لجنة الـ50 أن اللجنة انتهت من التصويت على أكثر من 55 مادة من مواد الدستور، ومنها المادة الخاصة بالتظاهر، وستكون بالإحضار ومواد عن المسكن الملائم ومعالجة العشوائيات وحقوق الطفل ومادة عن حقوق ذوي الإعاقة.
وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المملكة العربية السعودية بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات. التقى خلالها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع ونبيل فهمي وزير الخارجية لبحث آخر تطورات الأوضاع في مصر. وخلال لقاء كيري أكد الرئيس المؤقت عدلي منصور أن مصر تؤمن بأهمية إعادة تقييم علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية في ذلك المرحلة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية لا يجب أن تختزل في ملف المساعدات فقط. من جانبه أوضح كيري أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلفه بالتوجه إلى القاهرة في ضوء حرص بلادي على إزالة ما شابه العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية من ضباب وغيوم على حد وصفه. دعا وزراء الخارجية العرب جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2 والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر. وأكد الوزراء في بيان أصدروه في ختام اجتماعاتهم الطارئة الليلة الماضية في القاهرة الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. من جانبه أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد الجربة أن المعارضة لن تشارك في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده أواخر الشهر الجاري ما لم ينتهي إلى إطار زمني محدد واضح لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد. كما أكد الجربة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجماعة العربية في القاهرة عدم مشاركة المعارضة حال مشاركة إيران في المحادثات. وقد اتخذنا قرارا بألا نسوده إلا أعزاء الموحدين، وبما يضمن نجاحه كعملية لنقل السلطة بكل مؤسساتها ومكوناتها وأجهزتها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعليه لا جنيف 2 من دون وضوح في هذا الهدف مقرونا بجدول زمني محدد ومحدود، ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض، ولا قبول بالتفاوض تحت المرامير الحارقة وصواريخ السكود والدبابات. مشاهدينا انتهى الموجز، والان نتواصل مع حضراتكم وفقرات هذا الصباح مع الزملاء ايمان عبد الباقي ومحمد البلوك. اليكم. شكرا زميل فوزي، واهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجه، وغدا هو العام الهجري الجديد. هذا هو اول الاخبار التي نتناولها في هذا الصباح، حيث اعلنت دار الافتاء المصريه مساء امس ان اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجه، وان غدا الثلاثاء هو اول ايام شهر محرم، اول ايام العام الهجري الجديد. في هذا السياق قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء اعتبار غدا الثلاثاء الأول من شهر محرم عام 1435 هجرية والموافق 5 نوفمبر 2013 أجازة رسمية للحكومة وللقطاع العام بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. طيبة. الخبر الآخر هو عن محاكمة الرئيس محمد مرسي المقررة اليوم، واللي كان من المفترض أن تكون في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون ترى، إلا أنه تم نقل هذه الترتيب لتكون في أكاديمية الشرطة. البعض بيتحدث عن إجراءات أمنية، البعض الآخر بيتحدث عن ربما بعض التداعيات السياسية خوفا من استغلال هذا الموضوع أن تكون المحاكمة في منطقة سجون فيتم استغلالها من قبل جماعة وتنظيم الإخوان المسلمين بشكل سلبي. اليوم بالفعل وصل جميع المتهمين حتى الآن لقاعة المحاكمة، ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة بعد قليل. نعم، اليوم يعني هو كما أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هو يوم عادي جدا، ما فيش أجازات وإن يوم عمل طبيعي، ونفى إن يكون تم إنهاء أو إلغاء العمل اليوم. ينضم إلينا من داخل قاعة المحاكمة محمد محمود. يعني محمد، يعني هل لك أن تصف لي ما يدور الآن داخل قاعة المحاكمة، وهل اقتربت من البدء أم لم تبدأ بعد؟
نعم، يعني أنا كنت في قاعة المحاكمة منذ ربع ساعة وخرجت لتوي من أجل أن أعرف أتواصل معكم، لأنه يمنع منعا باتا دخول أي أجهزة من أجهزة التواصل داخل القاعة. كان بالقاعة عدد من المحاكمين في هذه المحاكمة وكانوا يرتدون زيا مدنيا، ورأيت بنفسي عندما نزل مرت سيارة أو طائرة الرئيس الدكتور المعزول محمد مرسي، كان يرتدي ثيابا مدنية عندما نزل وذهب ذهب به إلى القفص من الخارج. هناك تجديدات أمنية غير مسبوقة في هذه المرحلة من تاريخنا. طيب قبل الإجراءات الأمنية، هل وصل جميع المتهمين بالإضافة لدكتور مرسي؟ نعم نعم، جميع المتهمين وصلوا. نعم المتهمين وصلوا إلى السابعة والنصف. نعم، ومتى من المنتظر أن تبدأ المحاكمة؟ يعني في مثل هذه الأحوال وأنا أتابع المحاكمات هنا في هذا المكان، يعني لا يعلن عن وقت بدء المحاكمة، ربما يكون بعد ساعة من الآن حتى تنتظم هيئة المحكمة إن شاء الله. هنا أمام الأكاديمية أعداد كبيرة جدا من الصحفيين مسموح لهم بالدخول ولكن دون أجهزة الاتصال، وأيضا هناك تجديدات أمنية كما ذكرت غير مسبوقة. المحاور مغلقة منذ مكان بعيد، يعني مشينا على أقدام أكثر من 5 كيلومترات، محورين حول الأكاديمية لا يسمح بالدخول من خلالهما، ولا توجد تجمعات حتى هذه اللحظة من وقت المحاكمة. إذن